سماحة الشيخ، أسألك ما هي الخيارات المتاحة أمام المقاومة في العراق في حال تجرأ العدو الصهيوني على الرد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أو حتى إن حاول استهداف العراق؟ فصائل المقاومة دخلت على الخط منذ أكتوبر تشرين الماضي يعني دعم فلسطين والآن لدعم لبنان، واليوم فصائل المقاومة تمتلك بعض الإمكانات التي لم تستعمل لحد الآن، وبالتالي أي استهداف للعراق ستكون هناك أكثر من خيار. خيار الرد هو هذا أمر محسوم ولا نقاش فيه، وهو مستمر بدون رد يعني، والفضل ما كان ابتداء كما هو في الحديث. عندنا خيارات أخرى، أن أي دولة من الدول القريبة قد تستعمل مطاراتها أو غير ذلك لمساعدة في أي ضربة جوية للعراق، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، ستكون هي هدف واضح وصريح. وكما صرح جناب الحاج الولاء الولائي أن الإمارات هي تعتبر موقع متقدم للكيان الصهيوني، وهي أيضا في مرمى نيران المقاومة. نحن نقول بأن كل هذه الأهداف بما في ذلك حرب الطاقة كما ذكرت ممكن أن تكون هي أهداف إذا ما استشرى هذا العدو وزاد في قتل المدنيين، وكأن حربه اليوم هو مع الأطفال والنساء.